أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان في هذا العالم. يتجدد لقائنا معاكم في برنامج الظهيرة، واللي يطل عليكم ظهيرة يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة واحدة بصحبة زميلي عبد الله مال الله. حياك الله معنا. الله يحييك، شلونك يا نجلة؟ أيضا أمسي على مشاهدينا ونقول لهم أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من خلال هذه الساعة واللي احنا نسميها فترة الظهيرة. في هذا الوقت نجدد اللقاء وياكم ونعطيكم ابديت جميل عن فقرات، ناخذكم بفلاش باك وايام جميلة نسوي بينها وبين الزمن الجميل والزمن الحاضر ميكس. الله. بس في اختلاف بسيط بان فترة الظهيرة تعتبر من الساعة 1 لغاية الساعة 2، هذه عندنا. من 12. من 12 لا بالبرنامج عندنا بالبرنامج. من الوحدة للثنتين. أوكي. فترة الغداء متى؟ من الوحدة ولا يطيح الغداء ثنتين ولا يطيح الغداء في عوائل ثلاث؟ هني على حسب كل واحد وعائلته، صح ولا لا؟ طبعا. وعشان كذي بما أن أنت يبطاري الغداء وطيحة الغداء وإحنا هني بالاستديو بدون غداء، نقول حق متابعينا حاليا عوافي عليكم. I'm not afraid.
عزيز عزيز نفسي عزيزة عزيز نفسي عزيزة أبيع للضع فيني وأقول يا في الليالي أهلك لي من يبيني عزيز 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 نفسي عزيزة عزيز نفسي عزيزة أبيع للضع فيني وأقول يا في الليالي أهلك لي من يبيني نبتدي لقاءاتنا وياكم اليوم مع عالم التصوير الجوي اللي يعد هذا العالم من المجالات اللي تجمع بين المتعة والاحتراف لصاحبها. بس قبل كل هذا نجلة أنا بستذكر وياك بأن كاميرا بهذا الحجم تقريبا بعدسة صغيرة تصور عالم من المتعة وعالم من المباني. إذا أنا بنتكلم قبل أنا أتذكر كان عندي واحدة من الفيديوهات بالفيديو القديم إن كان عمي يصور عيد ميلادي بكاميرا هالكبرها كذي حاطها على كتفه وشريط VHS إيه وقبل يخلص الشريط يقول بسرعة الشريط اللي بعده صح بتخيلي كاميرا هالكبر صارت كاميرا هالكبر كل شيء في حياتنا عبد الله صار مختصر صار الحجم حتى يمكن نشوف السيارات التليفونات الأجهزة صارت شيء فظيع وبحجم صغير لكن تغطي مساحة كبيرة من حياتنا صحيح ولا ننسى أنه بعد يمكن قبل لما كنا نسافر كنا ناخذ ونركز ويانا كاميرا هالكبر تتعلق بالرقبة علشان نقدر نصور مناظر حلوة بسفرتنا بس الحين ما شاء الله التليفونات بعدساتها الثلاث ما عادت تخلينا نستخدم هذه النوع من الكاميرات فقط اللي محترفين في هذا المجال هم اللي ياخذوننا بصور عجيبة غريبة خلينا نشوف ويا بعض هذه المشاهد المشاهد الجميلة أحب أرحب بضيفنا علي يونس عضو فريق التصوير الجوي الكويتي حياك الله أخوي معنا الله يحييكم مشكورين على هذه الاستضافة شكرا على وجودك وشفنا المشاهد الجميلة اللي أنت صورتها فعلا يمكن إحنا تكلمنا قبل شوي أنا وأخوي عبد الله عن تطور التصوير شو لقيت الموضوع؟ أكيد طبعا يعني أنا أذكر نفس ما تفضل أخوي عبد الله يعني لما كنا صغار كنا ناخذ كاميرات كبيرة وعلى كتفنا والفيديو اللي يسجل أصلا كان بروح كان يتعلق مع التطور التكنولوجي والسنوات يعني الكاميرات صغرت الحين ما شاء الله الموبايل الصغير يصور تصوير شبه احترافي سينمائي ساعات بالضبط إيه يعني خصوصا يعني آخر إصدار مثلا من الموبايلات قاعد يعطينا حتى تصوير سينمائي يبقى موضوع التصوير الجوي اللي أنا عشقته من 2013 خلينا نقول كان نظرة جديدة حق المناظر يعني سواء بالكويت أو خارج الكويت إحنا نسميها نظرة عين الطائر الآي بيرد فيو فإن الواحد يشوف المنظر من فوق غير إحنا أول كنا دائما نشوف هذا المنظر لما نركب الطيارة صح أستاذ علي قبل كانت المشاهد هذه تنوخذ شلون قبل الدرون بالهليكوبتر وفي مصور يركب طبعا كانت تكلفة عالية ولازم هليكوبتر كبيرة مثلا مع الجيش مع الشرطة وحتى المصور كانت تهتز الكاميرا صح. مالته يعني فالحين وما كان يقدر ينزل يعني ارتفاعات منخفضة لأن فيها خطورة بس الحين احنا نبتون بين المباني وناخذ راحتنا عن طريق طائرات التصوير الجوي الصغيرة صحيح انت بتخيل ان الطيور قاعد يشوفون كل هالمناظر واحنا كنا محرومين منها اي والله صح اي والله ما نقدر مثل ما قلت احنا بس بالطيارة نشوف هذه المشاهد صحيح بس الحين يعني عالم الدرون قاعد يورينا الكويت مساء وصباحا صح. بهذه الأجواء وطبعا على حسب خبرة
كل مصور يعني. نعم. اخوي علي انت ما شاء الله غني عن التعريف، وحتى اكاونتك بالانستغرام جميل جدا بمشاهد اللي انت قاعد تتعب وتصورها. في اساسيات معينه الواحد اذا حاب يدش هذا المجال الخاص بالتصوير الدرون الجوي؟ طبعا شوف يعني كل هوايه وكل نوع من انواع سواء تصوير او غير التصوير لازم في مبادئ. في البدايه انت لازم تتعلم شلون تطير هذه الدرون، يعني هدك من الموضوع التصوير انه مثلا السيفتي الامور مثلا امن والسلامه وايد مهمه، يعني وين الاماكن اللي لازم واحد يصور فيها، وين الاماكن الممنوعه، شنو الارتفاعات، هذه القوانين العامه اللي يعني الواحد لازم يكون عنده علم. ودائما انا اقول اللي يبي يبتدي يروح مكان مفتوح، يعني مثلا بار، مكان ما في شيء، يقعد يتدرب يطير الدرون، ايده تاخذ على الموضوع كانه قاعد يلعب مثلا جيم او لعبه مثل بلاي ستيشن او شيء كذي. فبعدين عاد الطقس عامل مهم اكيد طبعا. احنا بالصيف، الصيف ما نقدر يعني فوق الأربعين مفروض ما حد يطير، لان هذه بطاريات خطره. احنا بالصيف نصور الفجر او على الغروب، يعني لما شويه الشمس تكسر. طبعا هم الهواء، اذا هواء مثلا اكثر من 35 كيلومتر بالساعه الهواء لازم مفروض واحد ما يطير، الا اذا في طائرات مختصه كبيره احنا نسميها هذه طائرات ثمن مراوح. اي هاي تتحمل يعني الهواء والحراره، هذه طبعا حق الاستخدام الصناعي او يعني البروفيشنال احنا نقول. بس الهواة اي نعم طبعا لازم واحد ما يطير فوق الأربعين درجة حرارة، وهم يعني حدك 35 كيلومتر اذا، لان الطيارة راح تروح مع الهواء وما ترجع، الكنترول يصير خلاص يضيع. مو يضيع يعني ان تسحب الهواء، يسحب الطيارة، مع ان ترى هي الطائرات هذه مزودة بنظام الجي بي اس، ان اذا انقطع الارسال بينك وبين الطائرة ترجع مكان اقلاعها، فهذا هم ميزة حلوة. يعني ان الواحد اذا مثلا لا سمح الله انا رحت ورا مبنى او ان رحت مسافة بعيدة وانقطع، مفروض هي مصممة أن ترجع مكان الإقلاع، إلا إذا مثلا بعد في حادث صار ولا دعمت ولا صارت مشكلة، بعد خلاص راح ترجع. راحت عليك. أستاذ علي أيضا لاحظنا يمكن أن أنت صورت في أماكن غير معروفة بالكويت، يعني نعم. لما تصور فوق الأبراج إحنا نعرفنا هذه الأبراج، أن هذا البحر صوب الخليج، لكن أنت اخترت أماكن غير معروفة. نعم. شمعنى اخترت هذه الأماكن بالذات؟ والله في بالكويت أماكن جميلة نفس ما تفضلتي الناس مو شايفتها، يعني أنا أذكر أول ما رحنا صورنا الفلامينغو في شاطئ الشويخ وفي منطقة الجديليات صوب الجديليات. نعم. وايد ناس شافوا التصوير قال لي هذا مو بالكويت. صح. مو معقولة عندنا كذي فلامينغو، هاي الحكي قبل 5 سنين. فبعدين فعلا ورينا ان لا، في عندنا محميات، عندنا اماكن جميله حتى في البر، يعني في منطقه صوب السالمي اسمها صقاهيه، هناك في تلال جميله، المنطقه وايد يعني صدق انا اول ما رحت عبالي انا مو بالكويت، انا بالسعوديه ولا بعمان. ففي اماكن جميله الحمد لله، يعني الاخوان الكشافه قالوا لنا عنها، يعني اللي ما شاء الله يحوسون. فرحنا وفعلا اكتشفنا انها اماكن جميله خارج المدينه السيتي يعني. فهذه اماكن فيها حياه طبيعيه، فيها مثل محميه شيخ صباح صورت اماكن جميله، وادي ام الرمم مثلا، محميه الجهر للطيور، منطقه الجديليات هذه منطقه يعني حاليا هي محميه للطيور، فأماكن جدا جميلة. يعني نساهم بهذه الرسالة أن نحافظ على بيئتنا الجميلة، يعني الكويت فيها أشياء حلوة. هذا في الكويت؟ اي نعم هذا بالكويت. لاحظت هو قال يقول لي ممكن تتخيل أنها مو بالكويت. لا لا كله هذا بالكويت. هذا اللي يميزك أخوي علي، أنت قاعد تروح حق أماكن تجتهد فيها، يمكن اجتهاد شخصي، مساعدة مستكشفين، الناس. صحيح. اللي تطلع بر، الناس اللي تروح. نعم. بعيد، كشتات ما كشتات ممكن تعطيك عين ما. صح. شافت أو, 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 أو كاميرا ما شافت هذه العدسة من خصوصا من الجو. ممكن ناس وين الأماكن الثانية اللي أنت هم بعد تنصح الناس ممكن أنها تشوفها وتستكشفها؟ شوف احنا رحنا مع فريق عدسة البيئة وبالتعاون مع خفر السواحل، كنا رايحين نوثق جزيرة بوبيان وربة. صراحة هذا المكان. نعم. هي محمية كلها حاليا، ما تروح لها إلا مع الجيش أو مع خفر السواحل. بس هناك في طيور تعشش كل سنة شهر 4 تقريبا، شيء عجيب، لأن في خوارير صعب الواحد يوصل لها إلا لازم مع خفر السواحل. فلما رحنا صورنا المكان صراحة كان شيء مذهل، يعني أن هذه الطيور تقطع المسافات البعيدة وتي وتعشش في هذا المكان، فهذا من الأماكن جدا جميلة أنا شفتها. محمية الطيور في الجهرة فيها أنواع، يمكن أنا الحين ما أذكر العدد، بس بالمئات أنواع طيور سواء محلية أو مهاجرة. يعني ترى على فكرة قبل كم يوم كانت هجرة العقبان.
يجون من روسيا لأن الشتاء الحين صار قاعد يصير عندهم، فيقطعون المسافات آلاف الكيلومترات يمرون على الكويت ويدشون السعودية إلى جنوب أفريقيا. ها يعني قبل أوردر أنت تبحث؟ نعم نعم، إحنا يعني نعرف التوقيت، مثلا هذا الحين هجرة العقبان، أو مثلا الحين في فلامينغو الحين بدأ يجي لأنه بالشتاء يجي، يعني الفلامينغو يستوطن الكويت خصوصا منطقة الدوحة، هناك فيها يعني الغذاء متوفر بالمنطقة الطينية، فالفلامينغو يكون موجود هناك. ففي عدة أشياء حلوة بالكويت، والحمد لله يعني الله يقدرنا أن نبينها حق الشعب الكويتي. ويعني بالعكس والله المشاهد اللي شفناها جدا جميلة، ويمكن أنا وعبد الله تسألنا إذا صدق هذا بالكويت أو لا، لكن أيضا أخوي علي كان لك مشاركة مميزة في النقل المباشر مع تلفزيون الكويت. نعم. نعم. في العديد من الفعاليات مثل افتتاح مركز الشيخ جابر الثقافي، وأيضا استاد جابر الدولي. نعم. الأعياد الوطنية، لك أكثر من مشاركة. ايه نعم. هناك أكيد آلية خاصة في عملية تصوير مثل هذه الاحتفاليات. أكيد طبعا، أنك أنت تطلع لايف وبدرون يعني بطائرة نقل مباشر مع التلفزيون، هني يعني في أمور لازم أول شيء الواحد يتأكد من سلامة الطائرة، من الكواليتي التصوير، من البث. هني التحدي الكبير، التحدي الكبير ان البث ما يقطع بين الطائره وبين، لان خصوصا لما يقول لك المخرج انت لايف مثلا علي. صح. فانت لازم تنتبه حتى حركه الدرون ما تحركها بقوه بحيث ان الكاميرا تطلع مثلا مهزوزه. ففي تكنيك خاص يعني. الحين طبعا التكنولوجيا تطورت، اول ما بلشنا قبل يمكن 4 سنين الموضوع كان بسيط وبدائي، بس الحمد لله قدرنا نطلع. يعني هذه كانت حتى بالمباريات افتتاح استاد جابر، فكانت البداية شيء بسيط، بس الحين الحمد لله ما شاء الله، حتى ما شاء الله الحين في تلفزيون الكويت عندهم مصورين جويين خاصين في هذا المجال. يعني في البداية أنا يمكن كنت صارت اللقطة مهمة الحين. أي طبعا أكيد. إيه. التصوير الجوي الحين ما تستغني عنه في جميع أنواع الأعمال، ترى مو بس البث المباشر. حتى مثل أفلام الوثائقية لازم نشوف تصوير جوي، حتى بالمسلسلات الحين الدعايات. فموضوع التصوير الجوي في البداية كان مكمل يعني لقطة كذي، الحين لا، الحين صار شيء مهم. وحتى بالافتتاح قاعد نشوف جمالية الكاميرات الدرون مع إضاءة بسيطة. أكيد. يطيرون. أكيد. مع بعض. إيه. الكاميرا العادية شو. أنا قاعد أقول لك على الكاميرا العادية شلون تصور لما تصير مجموعة درونات كذي. نعم. كأنهم طيور قاعدين. يعني أنا أتوقع بعد كم سنة خلاص راح يستغنون عن الألعاب النارية، راح يكون الشو كله بالدرون، يسوون حركات وهم ما فيها بعد يعني، حتى من جانب بيئي أحسن، لأن ما في مثلا ألعاب نارية قاعد تحترق والناس يقولون الفلوس قاعد تحترق مثلا إذا واحد قاعد بالافتتاح. يعني الافتتاحات الحين كلها الدرون تتشكل أشكال وتكتب كتابات، ويعني شيء جميل. يعني الحين كل ماله قاعد يتطور، تتطور الأمور. التطور قاعد يخلي يمكن شوية سحبة الاستغناء عن العامل البشري، صح ولا لا؟ يا خوفك يا نجلس هذه الأمور، يا خوفك يحطون مذيع آلي رقتنا تروح. قلناها من قبل. لا لا لا، ما يستغنون عنه إن شاء الله. أكيد أكيد. لكن هل في دورات بالكويت ممكن الشخص يلتحق فيها لو يتعلم نقول أساسيات الأمور هذه وبعدها يطور نفسه بالشكل اللي هو يحبه؟ نعم، يعني أنا شخصيا عندي دروس كثيرة في اليوتيوب، قناتي باليوتيوب. يعني إذا واحد يكتب علي Q8 أو علي يونس راح يطلع فيه. أنا مسوي دروس مجانية كثيرة، والحمد لله يعني على مستوى الوطن العربي الكثير، لأن الأجانب عندهم وايد دروس بس مو الكل يعرف إنجليزي. فأنا يعني حاولت هال4 سنين أبسط الموضوع، والحمد لله إحنا قوانيننا بالكويت، أنا دائما أشكر يعني تعاون وزارة الداخلية، إن سهلة إن نقتني هذه الطائرة ونطيرها حسب القوانين طبعا ونطلع تصريح. هذا الشيء خلانا إن إحنا نسوي دروس وننشر هذه الهواية بالوطن العربي كله. يعني ما شاء الله يتصلون من المغرب، من الجزائر، من طبعا دول الخليج ما شاء الله هم كثير عندنا معارف. فموجودة الدورات، حتى أنا قدمت دورة في الأردن، قدمت بالسعودية، بعمان، كانوا يطلبوننا نروح نقدم. وهني داخل الكويت هم عندنا دورات إن شاء الله راح نبتدي يمكن آخر شهر 10، لأن الجو الحين صار أحسن. صح. يعني لو يتابعون أكاونتي بالإنستغرام راح نحط عن الدورات، بس موجودة الدورات. جواك الله وما قصرت أخونا علي يونس على هذا اللقاء الجميل وعلى اللقطات الطيبة اللي قاعد تقدمها، وأيضا دعمك اللي قاعد نشوفه من خلال أي قطاع حكومي أو خاص ممكن يطلب منك بعض اللقطات، أكيد تكون قد تكون أرشيفية أو تكون لايف مثل ما أنت قلت. نعم. قبل شوي. شكرا لك، حياكم الله، مشكورين. شكرا لك. نطلع فاصل وبعدها نكمل مع بعض.
قاعد نشوفه قبل شوي، انا زرته قبل كم يوم بس ما قلت حق احد. رحت قبل كم يوم بصراحه لان ابهرني الافتتاح نجله. نعم. فقلت خلني، انا كان عندي شغله بسيطه، قلت خلني اروح دبي وابي ازور جناح دوله الكويت. الله، وايد عليه مدح، وايد حلو كبير. وفي معالم جميله من خلال الموسيقى، انا ما ابي ادش بتفاصيلها، ابي اشوق الناس اللي تبي تروح. وهم بعد الحلو بالموضوع ان جناح دوله الكويت يهم اكثر الناس اللي مو من الكويت. يعني انا عرفتي شنو اقصد؟ بالضبط. يعني انا لما نروح اي دوله ثانيه ابي اتعلم عنها اكثر. هذا اللي قاعد يصير كل جناح في اكسبو. زين انك رحت ونقلت لنا الصوره الحلوه هذه. اي والله، يلا لازم تروحين انت باذن الله، بما انه هو ممتد ان شاء الله لست اشهر. ان شاء الله ست شهور ان شاء الله راح اكيد نزوره. شنو عندنا الحين؟ صحيح، راح نكمل ويا بعض من خلال حلقتنا اليوم، وراح نتكلم عن بعض المعلومات الجميله، وايضا ناخذكم في فقرات عديده. شنو اللي جاهز ويانا احنا نقدر نسولف فيه وندردش فيه مع بعض؟ خلونا من خلال فقراتنا نشوف هذه الفقره وبعدها ندردش. من أجمل السكتشات اللي سووها بالكويت، وثلاث أجزاء، أنت أي جزء مفضل عندك؟ أنا بالنص، شهر العسل يا محلى شهر العسل. بس أنت تخيلي إن قبل شهر العسل وشهر العسل ما بعد شهر العسل. بالضبط. هذه ثلاث سكتشات إبداع، كان من الراحل أبو عدنان والفنانة سعاد، كان جميل جدا. بس اذا نتكلم عن شخصيا، انا والله احب سكت شهر العسل. شهر اللي العسل صدق، انا لما اشوف الحين الجزء الاول دائما يتهيأ لي الحين لما يوني يركبون عدادات الكهرباء اللي ناويين الوزاره انه يحطونها الحين، فاحنا نحتاج واحد يضبط لنا يوم يقول لها اتيت لك الميتر خلي ما يتعدى 12 فلس، يبي لنا واحد. وماكو خلاص صار ابلكيشن سهل الحين، تبطلين الابلكيشن، النبي حطيت لنا الابلكيشن، تسوي لك اكونت، كله هذا كله مربوط حتى بوزاره الكهرباء والماء اتوقع. صح، صار بسهل، كل شيء صار بسهل، اغلب الوزارات اذا مو اكثرها صارت بسهل الحين، معاملات صار بسهل. اما يطق الباب ويقول تعال خلينا نقرا الميتر، هذه شبه انتهت. لا اكيد، والتطور جاي اكثر واكثر، ولا زال عندنا فقرات اكثر واكثر بعد الفاصل. مشاهدينا في فقرتنا القادمة راح ناخذكم إلى عالم السينما، بس مو السينما اللي تعودنا عليها، السينما في تقريرنا القادم ذات طابع خاص كلاسيكي مستوحى من العصر القديم، راح تستهوي فئة معينة من محبي السينما. خلونا نتابع معاكم شنو محضري لنا زملائنا المعدين. Ha ha ha!
احنا اليوم متواجدين في السينما الكلاسيكيه بيت الافلام 1954. مثل ما تشوفون لها طابع خاص، وهذه السينما مخصصه لعرض الافلام الجديده والقديمه بشكل خاص ومميز. من ديكوراتها لكل صالة موجودة في هذه السينما طابع خاص وديكور مختلف عن غيرها، يحاكي حقبة زمنية وطابع معين من أفلام قبل. أول جهاز عرض سينمائي دخل الكويت كان عن طريق المرحوم عزة جعفر، واللي شحنه عن طريق البحر. وأول مرة اشتغل هالجهاز هذا كان في قصر دسمان عام 1936، ومن عقبها انتشر هذا الجهاز في بعض المنازل وصار الوسيلة الترفيهية عند بعض العوائل الكويتية. خمسة أكتوبر 1954 تم إنشاء شركة السينما الوطنية، وصار عندنا صالات سينما منتشرة في كل الكويت، من أهمها سينما الشرقية، الحمرة، غرناطة، الفردوس، وسينما السيارات والسالمية. وأنا متأكد أن كل واحد فيكم اللي بعمري واللي من جيل الطيبين أكيد عنده ذكرى مستحيل ينساها في واحدة من هالسينمات. أما في هالوقت فصارت السينما موجودة في المجمعات التجارية في 8 مواقع منتشرة حول الكويت بمعدل 53 صالة عرض سينمائية. طبعاً إحنا ما استمتعنا بهذه الفترة ينا عقبها، أهالينا استمتعوا فيها أكثر وعليهم بالعافية. بس في عندنا ناس في البرنامج استمتعوا بهذه اللحظة. منو؟ جابر. تبى بخش بقلبي؟ صدمني جابر توا يقول تذكر تذكرة كانت بمية فلس. أو الحفلات الغنائية كانت ربع دينار. وين الحين؟ أي لا. والفي في آي بي شنو؟ مو موجود كان في آي بي ها؟ ما أعتقد كان فيه. بالضبط. حمود عادل يعطيك ألف عافية على هذه الفقرة الحلوة. للأمانة في ناس يمكن تحب لما تشوف الأيام هذه، أنا مدخل الشيء الوحيد اللي أنا لحقت عليه مدخل سينما السالمية، نفس ما كان مكتوب مدخل سينما غرناطة، كنت ألحق على هذه شغلات. بس الديتيلز اللي قال لنا ياها جابر قبل شوي بأن سعر التذكرة كان 100 فلس وكانت وردية، هذه أنا ما لحقت عليها نهائيا. إن شاء الله هذا شغل نلحق على أشياء ثانية وذكريات حلوة. وأيضا اليوم راح نرجع معاكم إلى أغاني الزمن الجميل مع فقرة استديو الطيبين اللي قدمها لنا زميلنا وليد سراب واختياراته الجميلة لأعلام الأغنية الكويتية واللي أثروا في الفن الغنائي الكويتي من خلال أعمالهم اللي لازلنا نستمتع فيها، وحتى الأجيال اللي جات عقب لازالت تستمتع فيها. صحيح، وليد سراب في استديو الطيبين دائما يمتعنا من خلال معلومات جميلة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن ما يميز أبناء دولة الكويت من الماضي والحاضر وأتوقع المستقبل، واللي هي قصص يا نجلة الأعياد الوطنية. الله، يمكن أحلى أعمال. إيه بصراحة الأعياد الوطنية يميز دولة الكويت من دول الخليج. دائما يقولون سبحان الله لمن تقومون في عمل خاص للأغاني الوطنية تتميز أو يتميزون أبناء الكويت فيها. إن شاء الله استديو الطيبين مع وليد سراب والأغاني الوطنية. Oh.
الله 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 على هالأيام، على هالأغاني الوطنية الجميلة في حب الوطن الكويت. اليوم فقرتنا وطنية بحت، مكسنا وطني وأغانينا كلها وطنية بمناسبة أو غير مناسبة في حب هذا الوطن. الملحن والفنان المطرب والكاتب للأمانة لما يصير عندهم هذه المناسبات في حب الوطن، الكل يتنافس على كتابة الكلمة وعزف اللحن الوطني الجميل، بالإضافة حتى إلى المطربين. عندنا الفنان نوال وعبد الله رويش وعبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل، أنا أخاف أنسى أحد، محمد المصباح وغيرهم، كلهم فنانين الكويت ما شاء الله تبارك الرحمن، يكون عندهم مثل معسكر استنفار للأمانة، وايد يكون في مجهود غير طبيعي في تسجيل هذه الأغاني اللي فيهم الروح الوطنية الجميلة، تنصب كلها في الأغنية الوطنية الكويتية في حب هذا البلد الجميل. وهذا أقل شيء إحنا نسويه مقابل حبنا لبلدنا الكويت. الأغنية الوطنية عندما تكتب تكتب بفرح، بفخر، في سعادة. علشان كذي أكثر المطربين لما نشوفهم هم يغنون عن الوطن تلقاهم سعيدين مستانسين، لأن حبهم لهذا الوطن يبين بوقت التصوير بوقت الغناء. خصوصا الشاعر لما يكتب الكلمة الوطنية دائما ما يختار أي كلمة، خاصة إذا كانت الكلمة في حب الوطن. فعلشان كذي دائما إحنا نكون سعيدين ونحفظ الثيمات الموسيقية، بالإضافة إلى الملحنين اللي قاعد يلحنون للوطن وحب الوطن، وبالإضافة إلى المطربين. للأمانة إحنا من عمر من وإحنا صغار نسمع هذه الأغاني الوطنية ورسخت داخل قلوبنا وقاعد نحفظها، نمشي ونغنيها في المدارس في أي مناسبات. تحية لكل من غنى في حب الكويت. هنا هنا أصبح المجد هنا وعاد يجد بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا ظلانا أمنا جعلك العمر جهنا نحمد الله اكتب العز الكويت واصبحت سود الغيوم مبددة واشرقت شمس الأمير بكل بيت في خطاب أبو فيصل فندى إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب قد بناها القوم من أجدادنا فارتقت في المجد هامات السحب إنها ليست كويتا وكفى إنها بيتا ومأوى ونسب يا بلادي دمت للكون ضياء وملأت الأرض شعرا وأدب نعم نحبك ياللي انت فيتي نعم نحبك ياللي انت فيتي يحميك لنا الله يحميك لنا الله يحميك لنا الله ويصون ويدم عليك النعم ويدم عليك النعم في أيامنا هذه نلاحظ الكثير من الشباب متجهين إلى رعاية الطيور بأنواعها تحديداً. يمكن الشخص صار الحين هاوي حبه للطيور، يأخذ الطير يحاول يتعرف عليه، يحاول يعطيه بعض الأوردرات يخليه يروح ويرجع، بعض الشغلات البسيطة اللي ممكن توصل لمرحلة الربوة. ولكن بعد الربوة ننتقل يا نجلة حق مرحلة ثانية واللي هي تربية الطير بطريقة معينة حتى يصبح هذا الطير جزء من أجزاء الأسرة. تخيلي بالضبط. أنا أعرف ناس الطيور عندهم من كثر ما هم يحبونها
وايد مهم عنده هذا الطير، لمن يبي يسافر يفكر فيه شنو بيسوي فيه ومنو يبي يرعاه، ومو اي احد، كانه ولده. بالضبط، اكيد قمنا نشوف بعد وايد ناس عندهم شغف لرعايه هذه الانواع من الطيور على يعني مختلف انواعها، وبطريقه يعني صار في خلينا نقول تصنيف لهذه الطيور وطريقه رعايتها. لكن هي ايضا اللي لاحظناه انها تاثر على شخصيه الانسان. يقول لك الانسان لما يتعامل مع الطيور يتغير طبعه، تتغير شخصيته، ولا ايش رايك؟ صحيح. جربت؟ انا مو جربت، اللي حواليني شفتهم وشخصياتهم ايش كثر تغيرت، خصوصا ان ترى انا ما قاعد اتكلم عن طيور الربوه اللي تروح وترجع، انا قاعد اتكلم عن مستوى اعلى من كذي. شلون؟ خلينا نشوف المشاهد. أسامة مندني، هاوي تربية الطيور الناطقة ورئيس الفريق الكويتي للطيران الحر، حياك الله ويانا يا أخوي أسامة ومنورنا. الله يحييك، مسيكم بالخير ويمسيش بالخير. حياك الله. وإن شاء الله نكون ضيوف أخفاف عليكم وعلى متابعين تلفزيون دولة الكويت. توقعنا اليوم يكون معنا ضيوف أكثر في الاستديو. والله الأصل أنه كان المفروض يكونوا معنا، بس للأسف شوية الظروف منعتني أن أجيبهم هني. إن شاء الله في لقاءات القادمة أوعدكم إن شاء الله أن نترس لكم هذا الاستديو طيور. ما تقصر إن شاء الله. أنا بنتكلم في البداية عن شغف الشباب للأمانة، وقاعد نشوف الناس وايد متجهة حق تربية الطيور وأيضا اختيار طيور بأنواع معينة، قد تكون هذه الطيور ناطقة بأحرف وكلمات وجمل. طبعا تربية الطيور بشكل مجمل تعتبر من أقدم الهوايات في الكويت أو على مستوى الخليج الوطني العربي. تربية الطيور الناطقة بالذات أيضا تعتبر من الهوايات اللي كثير من الناس اتجه لها، واتجه لها بتخصص، سواء كان على مستوى التدريب، سواء على مستوى الإنتاج، سواء على مستوى الاستيراد والتصدير، كل حسب مزاجيته وميوله واتجاهاته في هذه الهواية. أنا أتكلم عن نفسي، اتجهت لهواية تربية الطيور الناطقة على يعني خلينا نتكلم على نهاية التسعينات، وكانت مثلي مثل أغلب الهواة، التربية الاعتيادية، العناية في البيت، تحفيظ بعض الجمل والكلمات والأمور هذه. حلو. استمريت في هذا الإطار إلى 2018. في 2018 صار هناك منعطف استثنائي في الهواية بالنسبة لي أقلة، اللي هو الانتقال إلى مرحلة ممارسة الطيران الحر لفئة المكاو في عالم الطيور الناطقة. وتعتبر هذه بالنسبة لي مثل ما قلت لك منعطف ومرحلة انتقالية استثنائية. جميل. طيران حر شنو معناته بالضبط؟ الطيران الحر هي ممارسة الطيران مثل ما شفتوا بالفيديوهات أو اللي قاعد تتابعونها الحين معنا، ممارسة الطيران الحر لفئة المكاو في أي موقع وأي منطقة وأي مكان كان. يمكن قاعد تتابعون بالفيديوهات حاليا احنا قاعد نمارس طيران الحر في البر، قاعد نمارس طيران الحر في المدينة هني بالكويت، قاعد نمارسه في الحدائق، على البحر. أغلب معالم دولة الكويت الآن تبارك الرحمن إحنا قاعد ننقل صورة جميلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمعالم دولة الكويت، مجلس الأمة، أبراج الكويت، تلال الكويت، سواء في كاظمة وغير كاظمة وجال الزور والأمور هذه، الشواطئ الجميلة مالت الكويت. من خلال انتقالنا لهذه اللوكيشنات أو المواقع قاعد نعطي هذا الانطباع، وأيضا قاعد نعطي قوة لمهارة طيورنا في تفادي المخاطر والصعوبات اللي قاعد تواجهها، ووصول الطير للمربي هذا بحد ذاته نجاح وتميز نفتخر فيه احنا عندنا في الكويت. اخوي اسامة، ايش معنى المكاو؟
انت قلت احنا نختاره، ايش معنى هذا الطير؟ شنو اللي يميزه عن غيره من الطيور خصوصا بالطيران الحر تحديدا؟ طبعا انا ابدي ما قبل الطيران الحر وما بعد الطيران الحر. ما قبل الطيران الحر انا من محبين المكاو كفئه الطيور. حلو. جماليه هذا الطير تبارك الرحمن، تعدد الالوان، الحجم الكبير، مساحه التفاعل اللي ما بيني وما بين هذا الطير كبيره جدا. هذا الطير يعتبر يعني يملك ثقل كبير في التواصل الاجتماعي ما بينه وما بين أفراد الأسرة بشكل عام. والآن ما بعد مرحلة الطيران الحر يعتبر هو الأنسب بالنسبة لي أنا كهاوي طيران حر من فئة الطيور الناطقة اللي أقدر أمارس فيه هذا النوع من الطيران الحر. مثل ما قلت لك إحنا قاعد ننتقل من مكان لمكان على يعني والفارق يوم. الأخوان اللي طلعوا معنا في التقرير طلعوا معي في حديقة مشرف مارسنا فيها الطيران الحر. اليوم إن شاء الله بعد هذا الاستديو الجميل راح أطلع، راح أروح في الصبية البر، أروح أمارس طيران الحر. الأيام القادمة راح تشوفون، يمكن إذا ما أدري موجودة بالتقارير عندكم ولا لا، في الأيام الماضية إحنا كنا نطلع مثلا في أبراج الكويت في فعاليات الأعياد الوطنية في الأمور هذه. هذا التنوع في الأماكن، هذا التعدد في اللوكيشنات يحتاج طير استيعاب عالي، قدرته في تفادي الصعوبات، سهولة متابعتي له بسبب كبر حجمه. لما الطير هذا يروح أماكن بعيدة عني أحتاج قوة نظر، إذا كان الطير صغير وايد صعب أني أشوف هذا الطير. صحيح. أيضا مهارات وجماليات والتكنيكات اللي مارسها الطير من خلال الإقلاع والهبوط والأمور هذه، عشان استمتع في هذه الجماليه احتاج طير في حجم. فالمكاو وايد وايد كل الصفات هذه شفتها بالمكاو. احسنت، هذه وايد مساحه جميله يعطيني اياها المكاو، اقدر امارس من خلالها الطيران الحر والهوايه اللي انا مستمتع فيها. اخوي السامت، الرعايه في مثل هذه الطيور مكلفه؟ تكلفتها عاليه ام ان سعر الطير نفسه ايضا؟ والله شوفي، نعرف اذا عاليه نسبة او لا. نسبه وتناسب. انا قبل يومين ثلاث قاعد اتناقش مع احد هواة تربيه القطط، نسبة وتناسب. حلو. تربية الطيور الناطقة أوفر بكثير من تربية الكرامة الكلاب أو القطط أو الحيوانات المنزلية، وايد أوفر. أتكلم كتكلفة الرعاية من ناحية التغذية والمتابعة والأمور هذه. ولكن الشراء أنت وميزانيتك، أكو طير بخمس دنانير وأكو طير بعشرة آلاف دينار حسب ميولك، حسب ميزانيتك، حسب اتجاهاتك، حسب تربيته. أحسنت، يعني حسب تربيته، حسب سلوكياته، حسب قراءتك حق مزاجية وسلوكيات هذا الطير وكيفية أقلمة هذا الطير في البيت عندك، و خلينا نسميه مخالطته للأسرة مالتك. أنت من المنتجين؟ أنا مو من المنتجين الفعليين في الكويت، ولكن لي علاقة كبيرة مع المنتجين، و أبي أستغل هذه المساحة اللي تكلمت فيها بالنسبة حق المنتجين. نعم. أوجه تحية للمنتجين سواء عندنا هني في الكويت أو في الخليج العربي. تبارك الرحمن أخواننا المنتجين اقتحموا مساحة كبيرة جدا في الإنتاج. الآن تعتبر الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام سباقين في مساحة الإنتاج. وصلنا إلى مستوى متقدم جدا في مستوى الإنتاج على مستوى الطيور الناطقة بشكل عام، وايضا على مستوى المكاو بشكل خاص كوني انا متخصص في هذه المساحه. نعم. احنا في الكويت الان وصلنا الى الجيل الثاني، وقد نصل ان شاء الله الى الجيل الثالث والرابع في الفترات القريبه القادمه من خلال اخواننا المنتجين في الكويت. اوجه لهم تحية اكبار على هذا التميز. ايضا اخواننا في الامارات، انا توقعت ان انت ترى مهم من المنتجين، يعني انا قريب جدا من المنتجين، أنا قريب منتجين جدا من الطيور منتجين. بس أتكلم نوضح، أنا قريب جدا من المنتجين، لذلك أملك المعلومة وأقول لك سواء بالكويت أو في الخليج. أيضا في الخليج عندنا مبدعين أنتجوا طيور مميزة جدا، إخواننا في الإمارات، إخواننا في البحرين، إخواننا في عمان، إخواننا أيضا في السعودية أبدعوا في مساحات الإنتاج في عالم الطيور الناطقة. متى أفضل وقت أنك أنت تشتري الطير؟ خلينا نوضح حق الناس، يعني أنا باخذ، أنا كشاري أبي أخذ طير وأبي فترة مميزة بترويض هذا الطير، أنت متى تنصح؟ لما أخذ من منتج مباشرة ولا أخذ من شخص ثاني؟ أكو زاويتين أقدر أتكلم فيهم. أنا في الإطار العام دائما أنصح في أخذ كل ما صغر عمر الطير
كل ما صار مساحة لتكوين العلاقة أفضل، كل ما صار مساحة للتواصل ما بينك وبينه وتأسيس التأسيس السليم، سواء طيران حر، سواء تدريب أكاديمي، سواء تعليم على النطق والكلام، أي مساحة تبي تتجه لها، كل ما صغرنا بالعمر كل ما كان أفضل. ولكن أكو هامش مهم، إذا أنا كمربي ما أملك مساحة الخبرة في التعاطي والتعامل مع الطيور الصغيرة في العمر، ما أنصح بالاتجاه لها، خاصة إذا ما كان عندي المكان المناسب، البيئة المناسبة، المناخ المناسب، الخبرة في التعاطي مع أعمار الطيور والتمرحل السلوكي مالها، الخبرة في كيفية تغذيتها، العناية فيها، النظافة، السباحة، الأمور هذه، إذا ما عندي رصيد حقيقي في التعامل مع الطيور صغيرة العمر ما أنصح. جميل. اتجه حق طير كبير، قد يكون قاطع شوط شوية في التعاطي مع المدرب اللي قبلك، أو قد يكون مو متأقلم مو متعلم، ولكن ما توصل لمرحلة أنك تفقد هذا الطير بسبب قل الخبرة وقل المعلومة. لا إن شاء الله دائما مستمتعين في هذه الهواية. كل الشكر لك ضيفنا أسامة مندني على هذا اللقاء وكل هذه المعلومات اللي استعرضتها معنا، ونتمنى لك التوفيق في هذه الهواية. الله يسلمكم، سعيد جدا أنا في وجودي ما بينكم اليوم، وألتمس منكم العذر، يمكن أنا ما يفت معي طيوري اليوم، لكن في اللقاءات القادمة إن شاء الله ما قصر معاكم ويكونوا متواجدين. خايف عليهم وايد. يعطيك الصحة والعافية، بريك صغير ورادين معاكم. مشاهدينا الوقت الحلو معاكم دائما يمر بسرعة، لكن موعدنا بإذن الله الأسبوع الجاي كل يوم وسبت الساعة 1، ونقول لكل من تابعنا شكرا. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، دائما نطل وياكم الساعة 1 لغاية الساعة 2 يوم وسبت. طاح الغداء، طاح الغداء، مع السلامة.